Hello and welcome to the news from Bahrain International. I am Mohammed Yusuf. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received at Sakhir Palace the representative of His Majesty the King for Humanitarian Work and Youth Affairs, Chairman of the Supreme Council for Youth and Sports, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, the first Deputy President of the Supreme Council for Youth and Sports, President of the General Sports Authority, and President of Bahrain Olympic Committee, His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa, who presented to His Majesty the King a number of Bahraini youth on the occasion of Bahraini Youth Day, which coincides on the 25th of March. They greeted His Majesty the King and expressed thanks and appreciation to His Majesty for his patronage and support of the Kingdom's youth to contribute to Bahrain's civilizational development in all fields under His Majesty's leadership. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا أن نرحب بكم في هذا الاحتفال بيوم الشباب البحريني، وخير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. His Majesty the King then delivered a speech on the occasion. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي الاعتزاز ومن منطلق الاهتمام الوطني الكبير بشؤون الشباب والحرص على متابعة أدائه تحقيقاً لتطلعاته أن نتوجه لهم في يومهم هذا
بكثير من التقدير لما يقدمونه من جهد مخلص لرفعة وتقدم البحرين الغالية، وبالدعوات الصادقة بأن تكون أيامهم جميعها حافلة بالإنجاز المشرف والعطاء الممتد، وهم يتجهون بخطوات واثقة نحو مستقبلهم الواعد بالخير الوفير بإذنه تعالى. ومن منطلق هذا الحرص والاهتمام، نواصل في توجيه أصحاب المسؤولية والاختصاص في الحقل الشبابي للارتقاء بشؤونه ولتطوير برامجه المخصصة لشبابنا وشاباتنا الذين نشهد لهم تفوقاً ملحوظاً على كافة الأصعدة الوطنية والدولية، خصوصاً في الفترة الحرجة التي تطلبت صبراً كبيراً وعملاً استثنائياً في مواجهة مخاطر الجائحة، ليكونوا على قدر ثقتنا بهم في تولي مسؤولياتهم الوطنية والقيادية في شتى المواقع. والبحرين تواصل سيرها إلى الأمام نحو التعافي التام بعون الله. وبهذه المناسبة الطيبة نوصي شبابنا بالمحافظة على مقدرات البحرين الغالية وبحمل أمانتها بعزيمة المخلصين وبتحصيل نموذجها الإنساني الداعي للتعايش والتسامح، وبصد كل ما يمس وحدتنا الوطنية أو ينتقص من مكتسباتنا، والله نسأل أن يعينهم على ذلك. كما يسعدنا أن نوجه مع احتفالنا بيوم الشباب بتسمية هذا العام بعام الشباب البحريني، احتفاء بهم وبنجاحاتهم، مع خالص تمنياتنا لهم جميعا بالتوفيق والسداد في تحقيق آمالهم وتحويل طموحاتهم إلى واقع جميل في رحاب وطن الكرام. وكل عام وأنتم بخير. شكرا. يلقي سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد. His Majesty the King directed to name one of the Kingdom streets the Bahraini Youth Street in appreciation of their role in serving their country and their efforts in developing their skills for its benefit. The Minister of Youth and Sports Affairs Ayman bin Tawfiq al-Mu'ayyad also delivered a speech in which he praised the achievements of the Bahraini youth thanks to the support of His Majesty the King. He said that Bahrain today is celebrating the anniversary of His Majesty's founding of the Supreme Council for Youth and Sports in 1975. And today they are celebrating the first Bahraini Youth Day. He added that Bahrain is celebrating the designation of 2022 as the year of Bahraini youth. He said that the youth of Bahrain raise the flag of the country in all forums of the world. He praised the role of His Majesty the King in honing the skills of the youth and also hailed the follow-up of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa in this regard. He praised the role of the representative of His Majesty the King for humanitarian work and youth affairs, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, in opening opportunities and doors for the youth as well as harness their skills. في خدمة الجميع. فاليوم يا سيدي عيد للشباب البحريني يحتفل فيه هذا الشباب اللامع بذكرى تأسيس جلالتكم للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في عام 1975، ونحتفل فيه بيوم الشباب البحريني الأول، ونحتفل بتسمية عام 2022 بعام الشباب البحريني، ونحتفل بشباب شرفوا بلدهم ورفعوا رايته عاليا في جميع المحافل وفي جميع أركان العالم، وحملوا معهم نشيدهم الوطني ورسالة السلام والتعايش والعروبة والقيم. والأهم يا حضرة صاحب الجلالة أن الشباب البحريني يحتفل اليوم بولي أمر آمن بأن البحرين غنية بشبابها، وآمن بأن الرهان عليهم والاستثمار فيهم مضمون،
ويحتفل اليوم الشباب البحريني اللامع بحكومة رشيدة وضعت ملف شؤون الشباب في قلب البرنامج الحكومي الذي يشرف عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. ويحتفل الشباب البحريني بشيخ الشباب ممثل جلالتكم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه، الذي يقود ملف الشباب بروح الشباب وبطاقم من الشباب، والذي فتح لهم الفرص والبيبان وصقل مهاراتهم حتى أصبح الشباب البحريني نخبة من نخب شباب العالم، إلى أن جعل سموه من البحرين عاصمة للشباب وواحة من الأمل. وأخيراً صاحب الجلالة، يحتفل الشباب البحريني اليوم بإنجازات وبرامج لا سابق لها في المنطقة، فقد أصبح ملف الشباب البحريني حديث الساعة ومحط أنظار من الشرق إلى الغرب، من جامعة الدول العربية إلى رئاسة منظمة الأمم المتحدة. هذه الإنجازات يا سيدي ما هي إلا ثمار رؤية جلالتكم، فالشكر لكم يا صاحب الجلالة من جيل لامع ممتن ومحب، جيل يعاهد جلالتكم على مواصلة الإنجاز والتألق وأن يمثلوا المملكة ورؤية جلالتكم خير تمثيل. وكل عام وجلالتكم والشباب البحريني بخير، ودمتم سيدي الداعم الأول للشباب البحريني ولهذا الوطن المعطاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتقديم هدية تذكارية إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. His Highness Sheikh Nasser then presented His Majesty with a commemorative gift on the occasion. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received at Sakhir Palace His Majesty's advisor for media affairs Nabil Al Hamar, where he presented His Majesty with a book documenting all the royal speeches of His Majesty from 2014 to 2020, which was published by the media affairs at the royal court with the supervision of Al Hamar in cooperation with the Ministry of Information. Al Hamar briefed His Majesty on the book that is considered the fourth book of royal speeches and comes within the project of achieving and documenting royal speeches in the prosperous era of His Majesty the King.
His Majesty expressed thanks and appreciation to Al-Hamar and praised the effort that contributed to issuing this book. His Majesty affirmed that all the speeches included different national issues, including hailing the role of Bahrainis in all fields, mainly the development fields, in addition to the Gulf, Arab and international issues, and Bahrain's stance towards them. Al-Hamar expressed thanks and appreciation to His Majesty the King and affirmed that these speeches represent a historical phase in the Kingdom's march and the achievements witnessed for Bahrain and its people under the reform project of His Majesty the King on the educational, social, cultural, economic levels, and more. He expressed deep appreciation and pride in His Majesty's speeches and their role in laying the correct foundations for the march of civilized development and the Kingdom's stances towards various current events and developments. He noted that these speeches constitute an important reference for scholars, researchers, and those interested in the history of the Kingdom of Bahrain. He wished His Majesty the King lasting good health and happiness and further progress and prosperity for the Bahrain and its people. The royal court mourned Her Highness Sheikha bin Salman bin Hamad Al Khalifa, the widow of late Sheikh Isa bin Rashid Al Khalifa. May Allah rest the soul of the deceased in eternal peace. The National Guard Commander, His Highness General Sheikh Mohammed bin Isa Al Khalifa, participated as a guest of honor in the celebration held by the Pakistani Army on the occasion of Pakistan's Day in the presence of the President of Pakistan, senior military officials and guests. The ceremony witnessed the participation of the National Guard in the military parade within the cooperation protocol signed by between the two sides to enhance levels of military exchange. To you, the contingent of Special Operation Unit of Bahrain National Guard. تحيا العلاقات الأخوية بين باكستان ومملكة البحرين. نتشرف بوجود رئيس الحرس الوطني في مملكة البحرين الشقيقة بيننا، معالي الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. ويتمتع البلدان بعلاقات استراتيجية وثيقة. His Highness congratulated the President and the people of Pakistan on this occasion and praised the military performances presented by the Pakistani Army with participation of a number of friendly countries. His Highness praised the bilateral relations and the strong cooperation and coordination witnessed in many fields, particularly the military field. ہمارے کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر 9 اسکواڈن سے ہے اسلامی کے چبوتے پر موجود ہیں وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹو میڈیم آلٹیچیوڈ ایئر ڈیفنس اس کا حامل نصر میزائل سسٹم فضا سے زمین پر مار کرنے والا میزائل سسٹم The king of the battle, men in black, the arm of decision, armored corps ka dasta, chavinda ka mahaz ho ya khem kar, armored corps ne hamesha VT-4, Al-Khalid 1 aur T-80UD tanks shamil hain. Air defense command post to Pakistan air defense ko dushman ki fizai naklo. معزز خواتین و حضرات زندگی کرنے والے فوجی افسران کے رنگے چرخ جل اٹھے کہاں کی گور کیا کفن بڑھے چلو مدنی آزادی کی سلامی کے چبوترے پر ہمارے معزز مہمانان گرامی موجود ہیں چیف آف جنرل سٹاف The representative of His Majesty the King for Humanitarian Work and Youth Affairs, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, received Education Minister Dr. Majid Al Naimi, Labour and Social Development Minister Jamil Ahmedan, Youth and Sports Affairs Minister Ayman Lim Ayed, and CEO of Tamkeen Hussein Muhammad Rajab. His Highness Sheikh Nasser was briefed about the progress of Bahrain Furas program in reaching the goal of providing training opportunities for young people to refine their skills and involve them in the labour market. He expressed his appreciation for the effort
efforts and hailed the future plan and the strategic partnership between the Labor Ministry and Temkin. His Highness directed the Labor Ministry about the importance of finding training opportunities in leading institutions in the private and public sectors to provide appropriate training opportunities for Bahraini youth. His Highness Sheikh Nasser was also briefed on the plan of the Masari program that aims to develop the capabilities of youth and shed light on the partnerships with the best international universities and companies. He praised the Youth City Initiative in its new edition and encouraged the cooperation between the Youth Ministry and Temkin. His Highness expressed his appreciation to the ministers and the CEO for their efforts to develop youth programs and initiatives. He affirmed the keenness to support youth as a vital aspect of developing the kingdom. The attendees expressed their appreciation to His Highness Sheikh Nasser for his continuous support in highlighting the youth capabilities through various programs. The Minister of Interior and Chairman of the Follow-up Committee for the Implementation of the National Plan to Promote National Belonging and Consolidate the Values of Citizenship, Bahrainuna, General Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa, witnessed a celebration of the occasion of the Community Partnership and Belonging to the National Day. Present were the Minister of Education, the Attorney General, the Minister of Justice, Islamic Affairs and Endowments, the Minister of Works, Municipalities Affairs and Urban Planning, the Minister of Health, the Minister of Information, and the Minister of Youth and Sports Affairs. At the beginning of the celebration, the Minister of Interior delivered a speech on this occasion. يسعدني أن نلتقي بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني والذي نستذكر فيه بكل فخر واعتزاز مسيرة النهضة المباركة بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه من اهتمام بإطلاق العديد من البرامج الإنسانية والمبادرات المجتمعية التي تهدف للاهتمام بالمواطن ورعايته ومنها الشراكة المجتمعية التي أصبحت واقعاً في نهجنا الأمني القائم على مواكبة التطوير والتحديث تنفيذاً للرؤى الإنسانية السامية. حضور الكريم، ونحن نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة لإطلاق الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا والتي تشكل إطاراً وطنياً عاماً لتعزيز قيم الولاء والانتماء، فإنه يسعدني إطلاعكم بأنه قد تم إطلاق أكثر من 100 مبادرة تم إنجاز جزء كبير منها بالرغم من تحديات الجائحة الصحية، وأنني أجدها مناسبة طيبة ولا شك لأعرب عن شكري وتقديري لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة المتابعة وكافة الشركاء من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والشكر موصول كذلك لأعضاء المكتب التنفيذي وكل من ساهم في نجاح وتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطن. الحضور الكريم، إن بناء مستقبلنا الوطني مرهون بمدى تمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا وهويتنا، وإنما يدفعني للحديث في هذا الموضوع هو ما واجهناه من تحديات أمنية استهدفت تماسكنا المجتمعي، الأمر الذي يفرض علينا العمل على تحويل هذه المبادرات إلى واقع ملموس يعزز سلامة الوطن وأمنه، آملين أن نهيئ لأبنائنا بيئة وطنية جامعة محافظة على ثوابتها وتقاليدها وجبهة وطنية متماسكة نعمل من خلالها بعون الله على تحقيق التطلعات والأهداف التنموية الكبرى، ولتكن هويتنا الوطنية ليست مجرد شعار بل انتماء وعطاء. وإن عصر الفضاء الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات يتيح لنا فرصة عصرية
لنشر ثقافتنا وتقاليدنا وتعزيز هويتنا الوطنية عالمية، وذلك من خلال حضورنا في فضاء العالم الافتراضي. وإن حدودنا الإلكترونية في هذا الأفق يحددها حجم مشاركتنا ونشاطنا الإلكتروني الوطني، وذلك من أجل حماية الهوية البحرينية في العالم الافتراضي. فإن الأمر يتطلب صياغة رؤية مستقبلية وتنفيذ مبادرات تفاعلية وبرامج مؤثرة في إطار المسؤولية المجتمعية وتعزيز المنظومة الوطنية لترسيخ قيم الولاء والانتماء. الحضور الكريم، إن البرامج الإنسانية التي تنفذها وزارة الداخلية بمنهج حضاري ومجتمعي تشكل محوراً أساسياً في تجسيد الانتماء وترسيخ قيم المواطنة من خلال دورها في تحقيق حماية المجتمع وتحصينه. ومن هذا المنطلق، فإن المشروع الوطني والحضاري للعقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة أصبح واقعاً مجتمعياً مشرفاً، ويشاركنا اليوم عدد من المستفيدين من هذا البرنامج الوطني الاجتماعي الإنساني، حيث أن التزامهم بتنفيذ البرنامج ساهم ولا شك في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه. وفي الختام، فإن هذه البرامج والمبادرات المجتمعية انعكست نتائجها على تعزيز قيم الولاء والانتماء وزادت قوة وتأثيرا في وقت تتقدم فيه بلادنا، ولله الحمد والشكر، بروح وطنية مخلصة نحو بناء مستقبلها الزاهر بتكاتف الجميع. أسأل الله أن يحفظ أمن واستقرار البحرين في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. After that, a discussion session began which included brief presentations on the achievements of the national plan since its launch following its approval by the cabinet. During the 3 years, the plan was able to activate and implement 85% of its more than 100 initiatives despite the circumstances imposed by the pandemic. The Minister of Interior then honored a number of private sector institutions that support the work of the plan in appreciation of their national partnership in implementing the initiatives based on the commitment to social responsibility and interaction with the plan and its initiatives and the integrated societal work it requires. He expressed thanks to the official and civil bodies for their support and cooperation and to the media, which had a positive impact in activating the initiatives of the national plan. A press conference was held under the patronage of the Minister of Labour and Social Development, Jamil Hamedan. Talabat, the leading technology company locally and regionally in the field of food delivery and express trade, announced the establishment of one of the largest regional centres to support Talabat customers in the region, which will be based in Bahrain. The centre is a result of the cooperation between the Ministry of Labour, Temkeen, the Economic Development Board and Talabat Company. The minister stressed that the creation of this center reflects the success of the kingdom in attracting foreign investments. The CEO of
الطلبات in the Middle East, Tommaso Rodriguez, said choosing Bahrain to establish this center is because of its attractive environment for investment, qualified and creative human resources, and laws and regulations that support development and growth. Executive Director of Bahrain Talabat, Hisham Sa'ati, said that the opening of this center in Bahrain will contribute to increasing the expertise in the technical field among Bahraini youth. The CEO of Temkin, Hussein Mohammed bin Rajab, also affirmed Temkin's full commitment to supporting Bahrainis to the best choice for the employment in the private sector. The CEO of EDB, Khalid Hamidan, stressed that this project is in line with the economic recovery plan, which would create job and training opportunities in Bahrain. Today is the 10th anniversary of Talabat in Bahrain. These have been like 10 really amazing years for us in the country. During the pandemic, I think Talabat has been very helpful for all the restaurant partners that saw food delivery as a lifeline when, you know, the dining business was closed. And now that, you know, COVID is starting to become just a memory and dining is coming back in full force and food delivery is stronger than ever, I think all the restaurant partners are benefiting from this growth, right? That's why we decided to bring this new shared service center, one of the largest in the region, here to Bahrain. With intention to hire 1,000 Bahraini employees, mostly young people, and into this shared service center that will serve restaurant partners, riders, and customers. We're gathered here today for an excellent opportunity that would not have happened without the support of the Economic Development Board, Temkin, and the Ministry of Labor. So coming to Bahrain, Talabat has started 10 years ago. I have picked up Talabat about 3.5 years ago as a managing director, and one of the big initiatives that we have been working on continuously was improving the customer care and the support and the experience for our customers. Thankfully, in Bahrain, we have identified an opportunity where we can harbor, train, and develop 1,000 employees to be employed within the sector to support Talabat regionally across the 9 countries. We believe in the local talents in Bahrain. As you know, 100% of our employees in our leadership are Bahraini, along with a very high Bahrainization rate.